ده اللي احنا قلناه قبل كده. لما نيجي بقى هنا تحديدا نتكلم عن البطولات العالميه، مصر فعلا نجحت ولا تزال بتنجح كمان في ابهار زي ما قلنا يعني شعبها والعالم من خلال تنظيم البطولات هنا الدوليه، اخرها كمان كاس الفراعنه الدوليه للجمباز الايقاعي ده اللي احنا هنتكلم عليه اللي اختتمت فعاليته امبارح. البطوله دي بقى خليني اقول لحضراتكم تم ادراجها ضمن الاجنده الدوليه للاتحاد الدولي للجمباز، انطلقت بمشاركه كام لاعب؟ 373 لاعب من 12 دوله. من البطولات كمان اللي هتستضيفها مصر حاليا منافسات النسخة السابعة لكأس العرب للمنتخبات تحت العشرين سنة اللي هينظمها الاتحاد العربي لكرة القدم، وهتستمر حتى 6 يوليو المقبل بمشاركة هنا 16 منتخب. كل التوفيق إن شاء الله، وإن شاء الله يخرج كده يعني أو تخرج البطولات دي بصورة تليق فعلا بينا. ومش بس كده، ايه بقى؟ ده مش بس كده والله العظيم، بس انا ما كنتش عايز اقول ما كنتش حابب احرق لك المفاجاه. مصر طبعا كمان بتستعد حاليا او بتبحث حاليا مساله الاستعدادات لاستضافه بطوله العالم لكره الطايره جلوس في ديسمبر من العام الحالي بمشاركه 32 منتخب من مختلف دول العالم. هتقام هذه المنافسات في مجمع الصالات المغطاه بهيئه استاد القاهره الدولي، والحقيقه وزاره الشباب والرياضه واتحاد الطائره البارالمبي شغالين هما الاثنين على استعدادات استقبال البطوله بالشكل اللي يليق باسم مصر عشان يقدموا من خلال هذا التنظيم كافة أوجه الدعم المطلوبة لنجاح البطولة. طبعا بنتمنى كل التوفيق لكل القائمين على تنظيم كل هذه البطولات الرياضية الدولية اللي من شأنها أن هي بترفع اسم مصر وبتخلي اسم مصر يتردد في الكثير جدا من دول العالم من خلال وسائل التواصل الاجتماعي، من خلال الأخبار، من خلال الصحافة الرياضية. فطبعا حاجة جميلة جدا ومشرفة كالعادة. طب على فكره برضو مش بس كده، ايه ده بقى؟ الله بقى ده النهارده يوم المفاجآت الخير كتير جدا. برضو امبارح دكتور اشرف صبحي وزير الشباب والرياضه كان بيبحث استضافه بطوله اخرى، بطوله افريقيا بقى للسامبو، وقابل كمان وفد من الاتحاد الدولي للسامبو. من المقرر مفروض تنظيم بطولة افريقيا للسامبو بهيئة استاد القاهرة الدولي في القاهرة، مفروض في الفترة هيكون ما بين يا كريم 28 ل 31 يوليو المقبل، ومشاركة هنا 22 دولة من مختلف دول العالم. طيب ايه السامبو دي؟ رياضة نشأت في روسيا انطلقت للعالم وبتضم بعض التقنيات الرياضية من فنون يعني القتال المختلفة زي ما بنتكلم الجودو، هي ميكس جودو ملاكمة مصارعة، وهي لعبة مميزة جدا وحلو جدا ان احنا برضو نستضيف رياضة زي دي. ما اعتقدش ان يعني قبل كده تم الاشاره ليها او ان احنا استضفناها، فحلو جدا وبدايه برضو موفقه باذن الله.